بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان على مدار الفترة الماضية، وبنتكلم مش في آخر موسم، آخر سنتين 2020 و2021، الأهلي شارك في بطولات عديدة ودخل مسابقات مختلفة سواء محلية أو قارية، لكن مهم جدا الجمهور العظيم اللي واقف في ظهر النادي في كل المواقف وفي كل القرارات وفي كل الصعاب اللي واجهها الفريق وواجهها النادي من تحديات خلال الفترة الأخيرة. عارف كويس قوي ان الفريق قدر يحقق انجازات وارقام وبطولات، من الصعب على اي فريق محلي يقدر يحقق كل هذه الانجازات وكم هذه البطولات في فترة وجيزة. بنتكلم عن ثنائية الدوري والكاس الموسم الماضي، بنتكلم عن بطولتين في دوري ابطال افريقيا 27 نوفمبر، يوم تاريخي لن يمحى من ذاكرة البطولات الإفريقية ومن ذاكرة التاريخ المحلي لمباريات قمة الكرة المصرية، وأيضا 17/7 نهائي دوري أبطال إفريقيا والفوز على كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، سوبر إفريقي أمام نهضة بركان ومقبل على سوبر إفريقي في أقل من شهر في الدوحة مع الرجاء المغربي، برونزية كأس العالم للأندية ومقبل أيضا كمان على المشاركة السابعة ومشاركة تاريخية في كأس العالم للأندية في اليابان. إذن اشتغلت، حققت، أنجزت، فأوجزت، لكن في نفس الوقت ممكن إذا فقدت بطولة قد تكون هناك بعض الأخطاء. هل الأخطاء ممكن تكون مسؤول عنها مسؤولية كاملة؟ على مدار الموسم الناس شافت وسمعت وعرفت إن في أخطاء ممكن تكون مسؤول عنها مسؤولية مباشرة، لكن في أخطاء كبيرة مسؤوليتك فيها مش مسؤولية مباشرة، مسؤولية غير مباشرة، لأن بالتأكيد كانت في أطراف أخرى مسؤولة عن هذه الخسارة. ممكن بقى نتعدد ونتحدث ونقول أرقام ونقول إحصائيات ونقول مواقف كثيرة جدا مرت على مدار الموسم، لكن المهم إزاي تستفيد بهذه الأخطاء سواء المباشرة أو الغير مباشرة، لأنك لسه عندك بطولات خلال الفترة اللي جاية، لسه عندك كأس مصر بعد الأجندة الدولية، لسه عندك سوبر مصري مع طلائع الجيش بننتظر الميعاد، يمكن يجي الإفراج عن ميعاد كأس مصر الفترة الجاية أو مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش ونعرف الميعاد خلال الفترة الجاية، لسه عندك سوبر إفريقي، عندك ثلاث بطولات بنسبة كبيرة إن شاء الله خلال شهر 9، ثم الاستعداد للموسم الجديد لأنك حامل دوري أبطال إفريقيا، نادي القرن، حامل البطولة العاشرة، صاحب الأكبر رصيد من البطولات المحلية 42 بطولة، أي منافس عشان يقرب منك محتاج على الأقل 29 سنة عشان يقرب من بطولات النادي الأهلي المحلية، إذن أنت في مكانة كبيرة جدا، لو عندك بعض الأخطاء بتحاول تشوف المشاكل فين وتعالجها، وفي نفس الوقت لو في بعض التحديات الأخرى بتحاول تواجهها وتاخد كل الحقوق الكاملة لصالح ناديك ولصالح فريقك من أجل جمهورك اللي واقف دايما في صفك ومعاك في كل اللحظات. حلقة النهاردة بالتأكيد هنتابع فيها آخر المستجدات وبعض التفاصيل الموجودة عبر السوشيال ميديا، وفي أمور محتاجة برضو نشرحها ونفهمها للناس عشان نشوف الفترة الجاية بإذن الله إزاي الأمور هتسير في المرحلة المحلية وأيضا المشوار الإفريقي. لكن نبدأ سؤالنا النهاردة بتوقعاتكم لتشكيل الأهلي أمام الجونة. بالتأكيد النادي الأهلي النهارده عنده مباراة كبيرة مع نادي الجونة في الجولة قبل الأخيرة من الدوري العام. مباراة الأهلي والجونة، توقعاتكم للتشكيل، كل واحد يشارك معانا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات، لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يواجه الجونة الليلة. وكمان في ترند الأهلي، يد الأهلي يفوز في المباراة الأولى بكأس الكؤوس الإفريقية. وأخيرا فاطمة عمر تحمل العلم المصري في افتتاح دورة الألعاب البارالمبية. استعراض مباريات اليوم، النهاردة بنتكلم خلاص في الجولة قبل الأخيرة من مباريات الدوري العام الأسبوع 33، النهارده فيه خمس مباريات، التوقيتات اختلفت شويه وده امر راجع طبعا عشان عربيه الفار تكون موجوده في معظم المباريات او كل المباريات. الساعه 5:30 في مباراتين في توقيت واحد، الاتحاد السكندري هيستضيف البنك الاهلي ووادي دجله هيستضيف سيراميكا كليوباترا. الساعه 7 اسوان سيستضيف فريق سموحه، والساعه 9 من مساء اليوم مباراتين ايضا لحسم الصداره على صراع بطولة الدوري، الجونة يستضيف الأهلي والزمالك يستضيف الإنتاج الحربي. طيب دي مباريات اليوم واستعراض مباريات اليوم النهاردة في الدوري المصري. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض وترند الترند
وفي تفاصيل ومفاهيم السوشيال ميديا بتسأل وبتحاول تعرف الجديد والمعلومات هتسمعوها من خلال ترند ترند. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند ترند. النهارده عندي اكتر من موضوع في فقره ترند ترند، وطبعا عندنا مباراه مهمه جدا الجونه والاهلي، لكن احاول قدر الامكان هتكلم معاكم بسرعه في الموضوعات اللي معايا. اول حاجه الامر متعلق بالحديث عن مواعيد كاس مصر، وخلال الساعات الاخيره في كلام كتير قوي بخصوص المواعيد المقترحه ل يعني اقامه مباريات كاس مصر خلال الفتره اللي جايه. لازم نكون متفقين ان في مواعيد ثابته الفتره الجايه مش هيقدر اي حد يغير فيها ولا يلعب فيها. الأجندة الدولية هتبدأ من 30/8 لغاية 7/9، دي مواعيد الأجندة الدولية الرسمية، مش هتقام فيها أي مباريات محلية. من 7/9 ل 24/9 دي فترة مش هيبقى فيها أي مباريات دولية، وفترة ممكن تلعب فيها مبارياتك المحلية. ولكن 24/9 دي مباراة السوبر الإفريقي في الدوحة مع الرجاء المغربي، والسفر هيكون قبل المباراة ب 72 ساعة عشان تخضع للفقاعة الطبية طبقا للإجراءات اللي متفق عليها في مثل هذه الأحداث. فالأهلي هيكون في الدوحة أحد أيام 20 أو 21/9. إذن من 7/9 ل 21/9 بنتكلم في 14 يوم أو 12 يوم على الأقل. طيب نقطة تانية مهمة، هل المدة دي هتكون كافية لإقامة كل مباراة كأس مصر؟ طبقا للمواعيد وهذه الإجراءات أعتقد هيكون صعب جدا تخلص الكأس قبل ميعاد السوبر الإفريقي. ممكن تلعب دور ال 16، دور ال 8، دور قبل النهائي، بحد أقصى ثلاث مباريات في حوالي 12 يوم قبل السفر إن شاء الله إلى الدوحة لمباراة السوبر الإفريقي. إذن غير مقبول بأي حال من الأحوال أن يكون في ضغط مباريات في الفترة القادمة بالنسبة لكأس مصر، لأن عندك مباراة مهمة جدا، مباراة السوبر بتمثل فيها مصر، مهم جدا مصر تفوز بكأس السوبر من خلال النادي الأهلي اللي بيمثل مصر في هذه البطولة القارية، وبالتالي محتاج مدة كافية حوالي 4-5 أيام قبل موعد المباراة، خاصة أن منها كمان يوم سفر إلى الدوحة. فبالتالي دي مواعيد ثابتة، مواعيد معروفة، ننتظر خلال الأيام القادمة تحديد مواعيد كأس مصر، لأن كمان بعد السوبر الإفريقي هننتظر بقى ميعاد السوبر المصري، مباراة الأهلي وطلائع الجيش، بطولة مهمة جدا بننتظر ميعادها اللي اتأجل كذا مرة وإحنا مش عارفين أسباب التأجيل إيه، لكن كانت بتتأجل زي أي مباراة بتتأجل دون أي أسباب. طيب الموضوع الثاني، وده موضوع متعلق ب مشاركة بعض لاعبي نادي الزمالك في الدوري المصري، رغم ان كان في قرار بإيقافهم بعد احداث مباراة دوري 99 الاهلي والزمالك. والكلام على السوشيال ميديا كتير قوي في الموضوع ده، والناس ممكن ما تكونش عندها المعلومة. واحنا بما اننا برنامج الترند دايما مهتم جدا باللي بيتكتب على السوشيال ميديا، في حاجات محتاجة اشرحها للناس عشان تبقى عارفة ايه الخطوات اللي تم اتخاذها خلال الفترة الاخيرة، وايه المتوقع خلال الفترة الجاية أو الإجراء اللي هيتخذ خلال الفترة الجاية. أول حاجة، النادي الأهلي طبعا مستمر في هذه القضية، والقضية منظورة أمام مركز التسوية والتحكيم، والأهلي لما رفع هذه القضية هو رفعها مش بهدف مصلحة شخصية فقط، لا ده أنت كمان بتبقى حريص على تطبيق نظم المسابقات واللوائح بشكل تام جدا، وإنك بتسعى للالتزام بتطبيق هذه اللوائح والانضباط في لوائح المسابقات خلال الفترة الأخيرة، وده شيء مهم جدا وانت بترفع أي قضية أو ليك شكوى في موضوع معين، لأن في النهاية أي نادي بيتضرر من أي قرار هو في النهاية بيحاول يسعى إلى العدالة، أو اتحاد الكرة اللي بيدير المنظومة في النهاية هو مهم جدا أن هو بيطبق العدالة. طيب الموضوع ده عشان الناس تبقى عارفاه، بما أن الموضوع لسه في مناقشات ولسه في جلسة قادمة ولسه الموضوع خلاص داخل يعني في مراحله الأخيرة، لأن الناس بتسأل وفاكرة إن الموضوع انتهى منذ شهر 5، لا. هقول لكم بالظبط تسلسل الأحداث حصل إزاي. يوم 13 إبريل صدر قرار من لجنة الانضباط بإيقاف 8 لعيبة من نادي الزمالك وغرامة 100,000 جنيه. لجنة الانضباط بعد هذا القرار تم حلها ومبقاش فيه موجود لجنة انضباط في اتحاد الكورة. يوم 2/5 لجنة الاستئناف أو ما بين قوسين لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشرباجي اجتمعت وقررت تأييد العقوبات، فأصبحت القرارات هنا نهائية بتاريخ 2/5. من بعدها بالمناسبة لجنة الاستئناف ما اجتمعتش ومفيش أي مذكرات اتحولت لها من وقتها. طيب بعد كده حصل إيه؟ يوم 16/5 بعد أحداث هذه المباراة اتحاد الكورة يوم 16/5 أرسل للنادي الأهلي خطاب رسمي بيقول له يوم 26/5 الساعة 4 العصر في ملعب السكة الحديد المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك في دوري 99. إذا الأهلي عنده خطاب رسمي بتاريخ 16/5 إن في مباراة فاصلة يوم 26، إذا البطولة لم تنتهي. طيب يوم 20/5 فوجئنا بعد 4 أيام اتحاد الكرة بيدي موافقة لنادي الزمالك على مشاركة عدد من اللعيبة اللي تم إيقافهم، من ضمنهم مثلا سيف فاروق جعفر
ان هو يقدروا يلعبوا مباريات الدرجه الاولى، وكانت مباراه طلائع الجيش هي اولى المباريات اللي ممكن يسمح لهم بالمشاركه. هل الكلام ده لان دوري 99 خلص؟ لا، دوري 99 لسه شغال ولسه في مباراه فاصله يوم 26/5، وده بناء على الخطاب اللي اتبعت يوم 16/5. نركز في التواريخ لان التواريخ دي ليها معاني مهمه جدا في القرار المنتظر من مركز التسويه والتحكيم. طيب النادي الاهلي 21/5 بعت لاتحاد الكره بيقول له انت ازاي اديت موافقه على مشاركه لعيبه ولسه الموسم بتاع الدوري 99 ما خلص؟ لان الماده الخامسه الفقره الثانيه من لوائح المسابقات بتقول ايه؟ ايقاف اللاعب عن المشاركه في نفس المسابقه الموقوف فيها اذا انتهت المسابقه ولم تنتهي فتره العقوبه فان الايقاف يستكمل في المسابقه الاعلى المصعد لها اللاعب. وبالتالي شرط احتساب الايقاف هنا لازم يكون في مسابقه ال 99، واول ما تخلص ولسه الايقاف ما انتهاش بتكمل فتره الايقاف فوق. فبالتالي انت ال 99 لسه ما خلصتهاش، لسه في مباراه فاصله يوم 26/5 بناء على الخطاب اللي انت بعته يوم 16/5، فبالتالي بتدي موافقه ازاي ان هم يشاركوا يوم 20/5. طيب اتحاد الكره رد على الاهلي وقال له لا انا قراراتي صحيحه والاجراءات سليمه وكل حاجه. طيب 24/5 فوجئنا تاني يوم، يعني الاهلي بعت 21 اتحاد الكره رد 23. يوم 24 اتحاد الكره رد وقال ايه؟ تاجيل مباراه الاهلي والزمالك لاجل غير مسمى. هل انت لما تبعت جواب ب 24 تاجيل المسابقه لاجل غير مسمى انت كده بتاكد صحه المشاركه؟ لا، لان انت قبل ما تدي موافقه بالمشاركه يوم 20 انت يوم 16 باعت ان المسابقه لسه ما خلصتش وان في مباراه فاصله يوم 26. اذا القضيه ما زالت مطروحه وما زالت موجوده في مركز التسويه والتحكيم، وخلال الايام القليله القادمه هيكون في قرار منتظر من خلال هذا الموضوع، لكن مش هدخل في تفاصيل اكتر لما نشوف الايام القادمه هتسفر عن ايه. لكن هذه القضيه وبخلال هذه التواريخ والارقام اللي ذكرتها لحضراتكم كل شيء موثق بخطابات رسميه، وبالتالي الاهلي ما زال مستمر في قراراته بمساله الطعن على مشاركه هؤلاء اللاعبين في مباريات الدوري العام، مباراه طلائع الجيش ومباراه الجونه في الدوري العام. طيب ده الامر المتعلق بمشاركه بعض اللاعبين، وننتظر قرار التسويه والتحكيم خلال الايام القليله القادمه. نفس الامر متعلق بمباراه دجله والطلائع، ونادي وادي دجله طعن في المحكمه الرياضيه الدوليه وبيقول ليه حق في 3 نقاط بسبب مشاركه لاعب من الطلائع وكان المفروض ان يتم ايقافه. نفس الامر اتحاد الكره ايضا ارتكب خطا وارسل موافقه على مشاركه اللاعب وهو عنده انذار، وبالتالي دجله طعن على القرار ووصل للمحكمه الرياضيه الدوليه، والمحكمه الرياضيه بعتت لاتحاد الكره بتستفسر عن الامر. وبالامس مسؤول في اتحاد الكره طلع وقال اكيد هننتظر قرار المحكمه الرياضيه الدوليه وبنحترم قراراتها. طبعا تحترم قراراتها محكمه الرياضيه الدوليه، احكامها نافذه ونهائيه وملزمه، لا يستطيع اي اتحاد في العالم ان يخالف قراراتها. اذا بهذه الشكوى وفي هذه الشكوى قد يحدث تعديل في جدول الدوري خلال الايام القادمه بناء على القرارات المنتظره سواء في هذه القضيه او في هذه القضيه. طيب الحاجه الثالثه اللي بتكلم عليها النهارده وهي مسابقه كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد، والنادي الاهلي بيمثل مصر في بطوله افريقيا المقامه في المغرب. والنهارده رجال يد الاهلي فازوا على فريق ريما النيجيري في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه. المباراه انتهت النهارده بتفوق الاهلي 46-26، وكان الشوط الاول انتهى بتفوق الاهلي 22-12. المباراه اقيمت على صاله المسيره بمدينه مكناس المغربيه. طيب المجموعه اللي فيها النادي الاهلي فبالكاميروني ريد ستارز الايفواري سكوتو ريما النيجيري، ودي المجموعه اللي هيواجه فيها الاهلي هؤلاء الفرق. النهارده فاز باول مباراه على سكوتو ريما النيجيري، وعنده مباراه مع فبالكاميروني وريد ستار الايفواري. بعثة رجال يد الاهلي بتضم برئاسه طبعا الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، والجهاز الفني ياسر الرملي رئيس الجهاز، والكابتن طارق محروس المدير الفني، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد عادل المدرب العام، ومحمد مصطفى مدرب حراس المرمى، واحمد القط محلل فني، وتامر منيسي مخطط احمال، والدكتور محمد ابراهيم طبيب، ومصطفى نجيب اخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار مدلكا. وان شاء الله كل التوفيق لرجال يد الاهلي في كاس الكؤوس الافريقيه، ويقدروا يعملوا نتيجه طيبه باذن الله ويرجعوا بالكاس خلال الفتره اللي جايه. دي كانت ابرز الحاجات النهارده اللي مطروحه عبر السوشيال ميديا، سواء مسابقه كاس مصر، قرارات مركز التسويه والتحكيم، المحكمه الرياضيه الدوليه، وكاس الكؤوس الافريقيه لابطال النادي الاهلي لرجال كره اليد. اخرج لفاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونتكلم بقى على مباراه الجونه والاهلي وقائمه الفريق واخر الاخبار من الجونه واستعداد الاهلي لهذه المباراه النهارده ان شاء الله الساعه 9 مساء في الجوله 33.
اهلا بحضراتكم من جديد، وبالتاكيد الحديث عن مباراه الجونه والاهلي في الجوله 33 من الدوري العام. انا بيعجبني بشكل عام في مباراه الدوري او حتى المباراه الافريقيه، اي مباراه بياخدها الاهلي ان بيكسب بدراعه، يعني بيحاول قدر الامكان يعمل اقصى مجهود واقوى اداء في اي مباراه، لا ينتظر نتائج الاخرين، ما بينتظرش اي شيء، بيعرف يكسب بدراعه، بيحاول يكسب ويلعب بمبدا الفير بلاي. تتذكروا حتى السنه اللي فاتت لما الاهلي كان بيلعب بيراميدز وكان الاهلي واخد الدوري، لكن بيراميدز وكان في منافس اخر بيحاولوا يتصارعوا على المركز الثاني والثالث عشان مسابقه دوري الابطال ولا الكونفدراليه. مع بالتاكيد المشاركه الافريقيه مهمه، هي اللي بتوديك كاس العالم الانديه. فالاهلي لعب المباراه ايا كان المنافس محتاج ايه، فده بيعجبني دايما على مدار التاريخ. عشان كده تلاقي جمهور الاهلي دايما عايز يكسب، فكره انه يبقى المركز الثاني ده بالنسبه له اكنه ما حققش حاجه، فكره انه يخش خمس ست بطولات ويكسب خمسة أو يكسب أربعة ويخسر بطولة، ده بالنسبة له بتبقى مشكلة كبيرة، لأنه اسم كيان كبير، بطولات أنت دايما بتحققها، دايما معود جمهورك على كده. مباراة النهاردة رغم أن الجونة ضمن البقاء وخلاص موجود معانا في الدوري الفترة اللي جاية، لكن برضه مباراته مع الأهلي هتكون صعبة جدا. كل مباريات الفرق اللي بتلعب فيها مع الأهلي بتبقى صعبة جدا. قدامكم على الشاشة طبعا ده وجود الأهلي في الجونة. الفريق بالأمس كان غادر طبعا القاهرة وسافر في طائرة خاصة إلى الجونة عشان يستعد لهذه المباراة، ومباراة مهمة، مباراة صعبة جدا، والأهلي دايما بيلعب على المكسب أيا كان موقف الدوري أيا كان موقف المنافسين. الأهلي دايما بيلعب 34 مباراة في الدوري عشان يكسب ال 34 مباراة. طيب قائمة الفريق، بيتسو موسيماني استعان النهاردة بعدد من اللعيبة يمكن معظمهم بنفس التشكيلة الأساسية، يمكن غاب بدري بنون بسبب آلام الضرس بعد ما تعرض طبعا ل يعني الم كبير جدا في الضرس، وبعد خلع الضرس وخد مضادات حيويه فما كانش يقدر يكون جاهز للمباراه، خاصه كمان هو لسه راجع من اصابه فيروس كورونا. قدامك بعض اللقطات طبعا من مقر اقامه الفريق، ديانج، رامي ربيع، محمد شريف النهارده اللي موجود في قائمه الفريق بعد غياب ثلاث مباريات بسبب الاصابه، محمود عبد المنعم كهربا اللي بيقدم الفتره الاخيره مباريات مميزه جدا. لكن لو بتكلم على القائمه، محمد الشناوي وعلي لطفي، مصطفى شوبير، ياسر ابراهيم، رامي ربيع، ايمن اشرف، سعد سمير، احمد رمضان، بيكهام، محمد هاني، علي معلول، محمود وحيد، عمرو السوليه، اليو ديانج، اكرم توفيق، محمد مجدي قفشه، كريم ندفد، محمود كهربا، حسين الشحات، احمد نبيل كوكا، والتر ربواليا، صلاح محسن، مروان محسن، محمد شريف. هل بيتسو موسيماني هيستقر على التشكيل بنفس القائمه او بنفس التشكيل الاساسي اللي لعب المباراه السابقه؟ قدامكم طبعا على الشاشه بيتسو موسيماني النهارده، وده لقطات من داخل فندق الاقامه، لقطات حصريه على شاشة قناة الأهلي، والتربواليا، كهربا، ديانج. إن شاء الله النهاردة التشكيلة الأساسية أيا كان اللعيبة اللي هتشارك يكونوا قادرين على أداء مباراة كبيرة. كان ندفد نتمنى إن شاء الله الفترة الجاية نشوفه قريب جدا. دكتور عبد الرحمن سعيد أخصائي التغذية، وعايز أقول لكم كمان على معلومة جديدة يمكن أول مرة الناس تسمعها أو تعرفها من خلال الترند، الجهاز الفني بالكامل خد تطعيم ضد فيروس كورونا منذ حوالي 48 ساعة أو 72 ساعة قبل السفر إلى الجونة، وبعد مباراة الدوري الأخيرة يوم الجمعة القادمة إن شاء الله كل اللاعبين بلا استثناء إن شاء الله بإذن الله هتاخد التطعيم ومصل المضاد لفيروس كورونا، وده شيء مهم جدا عشان يكون التطعيم ده مهم جدا حتى خلال الفترة اللي جاية، أمانتك وصحتك وسلامتك ده في الأساس، لكن كمان مهم جدا عشان البطولات الدولية والقارية خلال الفترة اللي جاية. طيب الأهلي إزاي بيستعد للجونة والأجواء في الجونة؟ هل الأجواء حارة وشديدة الحرارة زي أجواء القاهرة ولا لا؟ وهل بيتسو موسيماني استقر على التشكيل اللي هيخوض بيه مباراه النهارده ولا لا؟ كل دي تفاصيل هنعرفها طبعا من زميلنا العزيز فاروق صلاح اللي متواجد حاليا في الجونه مع فريق النادي الاهلي استعدادا لمباراه اليوم في الدوري العام. مساء الخير يا فاروق. كل التحيه ليك يا محمد، وكل التحيه لكل مشاهدينا، مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وباذن الله يوم يكون موفق لفريق النادي الاهلي ان شاء الله النهارده ويقدر يحقق الفوز على فريق الجونه بمشيئه الله. عايز اطمن منك على الاستعدادات، كنت لسه بتكلم ان الجهاز الفني كان خد تطعيم ضد فيروس كورونا خلال الثلاث ايام اللي فاتت قبل السفر، وتاجيل التطعيم لكل اللاعبين بعد اخر مباراه، يعني هيطعموا ابتداء من يوم السبت القادم. الجهاز بقى بيفكر ازاي في المرحله الجايه وفكره التطعيم في المرحله الحاليه مع ختام مباريات الدوري وقبل الاستئناف بمباريات كأس مصر بعد الأجندة الدولية.
بالفعل زميلي محمد، يعني تأكيدا لكلامك، بالفعل الجهاز الفني والجهاز الإداري في النادي الأهلي حصل على تطعيم ضد فيروس كورونا، بيتبقى اللاعبين، فأقرب فرصة إن شاء الله عقب نهاية مباريات الدوري هيبدأ الفريق إن شاء الله، يعني كل اللاعبين إن شاء الله خلال الفترة المقبلة إن هم يحصلوا على هذا التطعيم، وده يعني الأمر إن شاء الله يبقى متبع داخل النادي الأهلي. بشأن استعدادات فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق الجونة في الجولة 33 للدوري المصري الممتاز، خلاص مرحلة الأخيرة، مرحلة قبل الأخير. عايز أكد لك يا محمد إن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كان بالأمس مرافق للفريق ورحلة سفر الفريق من القاهرة إلى الجونة على متن طائرة خاصة. الكابتن الخطيب يعني دعمه المستمر للاعب النادي الأهلي، موجود النهاردة مع اللاعبين وهيكون موجود معهم إن شاء الله في المباراة. عارف يا محمد إن المباراة ليها حسابات كتير جدا، لكن مستر بيتسو موسيماني اتكلم مع اللاعبين على ضرورة التمسك بالفرصة. أيضا لاعبي النادي الأهلي عندهم حالة من التركيز بضرورة، أنت عارف يا محمد أنت داخل جدران النادي الأهلي، أنت بتلعب للنفس الأخير وبتلعب للصفارة الأخيرة، بتلعب ما بعد 90، فكلها أمور لعيبة النادي الأهلي مركزة في هذا الأمر. يعني في فرصة مرتبطة بأقدام الآخرين، لكن احنا هنعمل اللي علينا، هنركز في المباراة، نركز في مباراة الجونة ثم المباراة الأخيرة أمام فريق أسوان إن شاء الله. يا محمد أطمنك يعني على حالة اللاعبين، طبعا مستر بيتسو موسيماني تقدر تقول تشكيل الفريق مش هيختلف كثيرا عن مباراة فريق امام المصري الاخيره، طبعا يعني بشان غياب طاهر محمد طاهر طبعا للحصول على الانذار الثالث، ممكن يشهد عوده هتبقى كهربا في يعني يبقى موجود في خط الهجوم النادي الاهلي مع قفشه وحسين الشحات. ايضا انت عارف ان حمدي فتحي بيغيب بعد شعوره بشد في العضله الخلفيه، يعني سالت الدكتور احمد ابو عبلة عن امكانيه لحاقه بمباراه اسوان، قال ان شاء الله عقب العوده من الجونه هنعمل اختبار طبي لحمدي فتحي يعني ان شاء الله يكون موجود معانا في مباراه اسوان. ايضا اطمنت من خلاله على بدر بنون طبعا اللي بيغيب عن هذا اللقاء لحصوله يعني بعد يعني اجراء عنده الام في الاسنان وعمل العمليه في الاسنان، اتمنى له كل السلامه والشفاء ان شاء الله. طبعا استمرار غياب طبعا لوليد سليمان وجونيور اجاييه محمد محمود ناصر ماهر، لكن ان شاء الله كل اللاعبين الموجودين النهارده محمد تقدر تقول ان شاء الله على قدر المسؤوليه. بالنسبه محمد لتفاصيل يوم الفريق النادي الاهلي النهارده، اللاعبون تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، ثم وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 3 عصرا. محاضره مستر بيتسو موسيماني يكون في تمام الساعه 5:30، يعني في هذه الاثناء هيبدا حضور او توافد اللاعبين للحضور المحاضره الفنيه اللي من خلالها مستر بيتسو موسيماني بيركز على التعليمات الاخيره في هذا اللقاء، ومن خلالها ايضا بيعلن تشكيل فريق النادي الاهلي. تحرك طبعا يا محمد زي ما انت عارف هيبقى الملعب اللقاء اللي بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي من 10 دقائق ل 15 دقيقه هيكون في تمام الساعه 7:10. كل التركيز ان شاء الله موجود من لعيبه النادي الاهلي، يتبقى كل التوفيق باذن الله لفريق النادي الاهلي يا محمد. طيب اخر سؤال يا فاروق متعلق بس بالاجواء ودرجه الحراره، يمكن درجه الحراره في مصر حاليا درجه حراره عاليه جدا، لكن الجونه او ملعب الجونه ليه خصوصيه كده مختلفه شويه، بيبقى في تيار هواء جاي من اتجاه معين في الملعب. المباراة الحمد لله الساعة 9 عكس زمان لما كنت بلعب الساعة 3 العصر، ففي هوا في الجونة ولا الأجواء في رطوبة ودرجة الحرارة عالية كما هي المعتاد في القاهرة؟ يعني خليني يا محمد بس يعني دلوقتي لو يسمح معانا هقدر برضو ان انا يعني اوضح لك هذا الامر، واقدر برضو ان اقرب لك الصوره اكتر من تشكيل فريق الجونه المتوقع لهذا اللقاء. خليني اكلمك في النقطه الاهم، هي درجه الحراره. درجه الحراره انت بتتكلم في درجه حراره بتتراوح ما بين 34 ل 36 درجه مئويه، من المتوقع ان شاء الله ان درجه الحراره هتبقى اثناء اللقاء من 30 ل 32، لكن في ارتفاع شويه يا محمد في نسبه في معدل الرطوبه في الجونه. لكن انت عارف طبعا يا محمد انت يعني كنت موجود كتير جدا في ملعب الجونه وعارف ان في تيارات هواء مستمره، واكيد انت عارف في بعض الامور بقى ان في يعني احد المرميين خلفه احد البوابات اللي بيتم فتحها طبعا، وتبقى تيارات الهواء بتبقى سواء مستمره على مدار ال 90 دقيقه سواء بيبقى مفتوح او مغلق، طبعا بيبقى في تيارات هواء. ايضا بالنسبه لفريق الجونه والكابتن رضا شحاته، تقدر تقول ان التشكيل المتوقع للكابتن رضا شحاته في هذا اللقاء يكون محمود الغرباوي في حراسه المرمى، طبعا اللي بيعود لحراسه المرمى بعد غياب احمد عادل لحصوله على الكارت الاحمر في اللقاء الاخير، هيكون قدامه اثنين مساكين محمود الجزار ومحمد نجيب.
في اليمين محمد عبد الجواد، في الشمال عمرو سعداوي، هيلعب بثلاثة في منتصف الملعب، عربي بدر وعمرو عبد الفتاح وناصر محمد ناصر، هيكون قدامهم ثلاثة، اسلام عبد النعيم، عمرو بركات وكريم الطيب. ده التشكيل يا محمد المتوقع من المران الأخير لفريق الجونة وللكابتن رضا شحاتة. أكيد زميلي العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي من الجونة مباشرة، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات وآخر الترتيبات لمباراة الجونة والأهلي في الجولة 33. قبل ما أختم وأطلع لفاصل، النهارده المباراه بيديرها طاقم تحكيم دولي لاول مره منذ فتره طويله، سواء في الملعب او حتى في تقنيه الفيديو، ولكن في الجوله 33 قبل اختام المسابقه باسبوع. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونكمل باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي وما كتب عبر السوشيال ميديا ومحتوى السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره بخصوص النادي الاهلي. اول حاجه مع بعض، الحساب الرسمي للاهرام على تويتر كتبوا: الخطيب يدعم لاعبي الاهلي امام الجونه. سافر الكابتن محمود الخطيب بالامس الى الجونه ومتواجد مع الفريق استعدادا لمباراه اليوم، وزي ما قال زميلنا فاروق صلاح كل التفاصيل الخاصه باخبار الفريق في الجونه ووجود الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره في هذه المباراه. طيب الحساب الرسمي في الجول على تويتر ايضا بيتكلموا على التشكيل المتوقع للاهلي: رامي ربيعه في الدفاع بجوار ياسر ابراهيم وصلاح محسن يقود الهجوم في التشكيل المتوقع للاهلي امام الجونه. يعني فكره نفس التشكيل اللي لعب مباراه المصري الاخيره مع فكره ان كهربا هيبدا مكان طاهر محمد طاهر. قدامكم على الشاشه اهو التشكيل المتوقع: الشناوي، اكرم، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، علي معلول، اليو ديانج، السوليه، محمد مجدي قفشه، وحسين الشحات، محمود كهربا، وصلاح محسن. طيب نروح كمان للحساب الرسمي للوطن سبورت على الفيسبوك، بيتكلموا برضه في فكره التشكيل المتوقع للاهلي امام الجونه ومفاضله ما بين صلاح محسن ومحمد شريف. شريف راجع من اصابه وغياب ثلاث مباريات، هنشوف ممكن يبدا بيه ولا هيفضل بدايه بصلاح ويدي شريف جزء من المباراه. طيب حساب في الجول على تويتر ايضا بيتكلموا على مواجهه الامطار الاخيره من الدوري: الاهلي صاحب الكلمه العليا في تاريخ مواجهاته امام الجونه. الفرقتين لعبوا مع بعض 16 مباراه في الدوري، الاهلي فاز في 10، الجونه فاز في مباراه واحده وحصل تعادل في 5 مباريات، طبعا الغلبه اكتر لفريق النادي الاهلي. اخر حاجه معايا الحساب الرسمي لسبورت 360 مصريه على تويتر، بيتكلموا عن تقارير تركيه نشرت جالاتا سراي قرر صرف النظر عن التعاقد مع اليو ديانج، واتكلموا ان مصادرهم بتقول ان النادي عرض 6 مليون دولار لشراء اللاعب، الاهلي طلب وضع 7.5 مليون دولار على طاوله التفاوض كشرط للموافقه على رحيله بالاضافه الى 20% من اعاده البيع، وهو ما جعل مسؤول الفريق التركي يقررون اغلاق الملف. لسه الملف هنشوف الفتره الجايه هيسفر عن ايه. ديانج موجود في قائمه الاهلي الافريقيه، قبل ما ابدا الحلقه كان صفحه تجول عربي في السعوديه اتكلموا عن عرض كمان من النصر السعودي لاليو ديانج، لكن في النهايه بعد ختام الدوري هنشوف الفتره القادمه مين موجود، مين هيتم عرضه، مين هيتم بيعه، والصفقات الجديده والتعاقدات القادمه والمعارين العائدين الى صفوف الاهلي. كل ده هيتحدد بعد اخر مباراه في الدوري يوم الجمعه القادم. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونكمل باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند، وهنتكلم على الترند العالمي وابرز حاجه تم ذكرها في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره. الحساب الرسمي لليفربول على تويتر بيتكلموا على اندي روبيتسون، مدد عقده مع الفريق بعقد طويل الامد، حتى الان لم يتم الاعلان عن المده. اندي روبيتسون طبعا الظهير الايسر لفريق ليفربول، من افضل ظهيري الاطراف في الدوري الانجليزي، والسنه اللي فاتت لما افتقد ليفربول بسبب الاصابه تاثر بشكل كبير جدا خلال الفتره الاخيره في الدوري الانجليزي، لكن هيكمل مع ليفربول، لكن مده العقد غير معلوم المده بالظبط. حساب الرسمي لفي الجول على تويتر ايضا بيتكلموا بقى على ارقام الظهير اندي روبيتسون بعد تجديد عقده مع ليفربول. لعب 177 مباراه مع ليفربول، ساهم في 42 هدف وسجل 5 اهداف وصنع اسيست 37 هدف. رقم كبير جدا لاحد لاعبي خط الدفاع في فريق ليفربول. اخر حاجه معايا الحساب الرسمي EBL وورلد بيتكلموا: لا يوجد لاعب في تاريخ البريمير ليج على ارضه لديه نسبه انتصارات اعلى من فيرجيل فان دايك. 48 مباراه فاز في 43 مباراه، 5 تعادلات، 23 كلين شيت، 33 هدف استقبل فقط، و7 اهداف مسجله. هل تستمر السلسله في الجوله القادمه ضد تشيلسي؟ هنشوف. فيرجيل فان دايك كان احد ابرز اللاعبين في فريق ليفربول لما فاز بالدوري ودوري الابطال، لكن برضه غيابه العام الماضي اثر بشكل كبير على فريق ليفربول في الدوري الانجليزي، اكتر من اصابه لاكتر من لاعب اثرت في الشكل العام للفريق في الدوري
الانجليزي. طيب نروح بقى للمشاركات على الاجابه في السؤال على طرحناه في بدايه الحلقه، توقعاتكم للتشكيل اللي ممكن يلعب بيه الاهلي امام الجونه. جون غالي بيقول محمد الشناوي، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، علي معلول، اكرم توفيق، عمرو السوليه، اليو ديانج، محمد مجدي افشح، حسين الشحات، كهربا، صلاح، محسن. هو التشكيل الاقرب بنسبه كبيره. احمد رضوان بيقول الشناوي، معلول، ايمن، ياسر، اكرم، السوليه، ديانج، كهربا، افشح، الشحات، صلاح، محسن. الاختيار ممكن او يعني ممكن يحصل تغيير في مركز او اثنين. خلود رمضان بتقول الشناوي، معلول، ايمن، ياسر، اكرم، ديانج، السوليه، حسين، افشح، كهربا، صلاح. معظم الناس متفقه على شكل التشكيل. ابو عمر بيقول نفس الراي برضه، الشناوي، معلول، ايمن، ياسر، اكرم، السوليه، ديانج، كهربا، افشا، الشحات، شريف. اذا الناس بتتكلم اذا صلاح محسن لعب ممكن شريف يخش مكانه، لكن في استقرار على وسط الملعب السوليه ديانج، في استقرار على الطرفين معلول اكرم والشناوي وافشا بنسبه كبيره. كهربا هيبدا مكان طبعا طاهر عشان غايب، وحسين الشحات طبعا في مكانه الرئيسي كطرف ايمن او هاف رايت. حسين شحته بيقول، وده اخر راي معايا، الشناوي، معلول، ايمن، ياسر، اكرم، السوليه، ديانج، كهربا، افشا، الشحات، وشريف الافندي. محمد شريف هداف الدوري وقد يقترب من يعني يكسر رقم قياسي في عدد هدافي او عدد الاهداف اللي ممكن يسجلها في الدوري العام. ان شاء الله باذن الله اهم حاجه نحقق الثلاث نقاط، نطمن على عوده محمد شريف، وبعد كده كل شيء بقى والارقام القياسيه كل ده وارد، مهم جدا خلال الفتره اللي جايه. لكن بالتوفيق يا رب للنادي الاهلي في مباراه اليوم يقدر يعمل نتيجه كويسه. مهم جدا كمان الفترة الجاية يكون في راحة لعدد من اللعيبة بعد ختام المسابقة، لأن لسه عندك بعد الأجندة مباريات كأس مصر، لسه الأجندة كمان خلال الفترة القادمة تبدأ من يوم 30 رسميا، من 30/8 ل 7/9. أسمع إن الجهاز الفني لمنتخب مصر قد يستدعي من حوالي من 8 إلى 10 لعيبة من النادي الأهلي، رقم كبير جدا. لكن طبعا النادي الأهلي بما إنه أفضل فريق في مصر وأفضل لعيبة في مصر وفي أفريقيا، طبيعي ان ينضم منه هذا الرقم. لسه عندنا كمان محترفين، علي معلول مع تونس، اليو ديانج مع مالي، والتر بواليا مع الكونغو الديمقراطيه اللي بيقوده هيكتور كوبر. فقد يغيب عن صفوف الفريق خلال الفتره الجايه ما بين 13 الى 15 لاعب. لكن بالتوفيق في مباراه اليوم اللي هيديرها لاول مره طاقم تحكيم دولي ما حصلش منذ فتره طويله جدا، بلا استثناء طاقم الرئيسي وطاقم تقنيه الفار، لكن في الجوله 33 والدوري بيخلص. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقة جديدة غدا من برنامج الترند. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.